السلام عليكم، كيف حال يا شباب؟ مقطعنا اليوم مقطع مهم جدا. اكثر شخص جاء رسائل باخر اسبوع على انستغرام اتوقع انه انا. كل المتابعين عدد كبير منهم بعثوا لي انه عنده مشكله بحسابهم قصه العمر، وانه خايفين حسابهم يطير، وانه قفلوا عنده المحادثه الصوتيه وما يقدر يشتري من ايتم شوب، وشالوا منه بعض المزايا لانه حسابه صار محدود. بعد التحديث الاخير اي واحد فات على اللعبة فورتنايت طلبت منه عمره، حتى انا طلعت لي اشعار انه اكتب عمرك، اكتب السنة واليوم والشهر. انا كتبت عمري الحقيقي 1997، فاموري مشت على طول كبس اوكي اوكي. في ناس كتبوا عمرهم الحقيقي اللي هو اقل من 13، واذا عمرك اقل من 13 مشكلة. انا كثير نصحتكم انه باي لعبة لما يطلب عمرك حط عمر، فهمت علي؟ في ناس كمان كبار بالعمر بس خربطوا، يعني جاني واحد بيقول لي يا زيد انا كبير بالعمر بس فكرت انه لازم اكتب تاريخ اليوم مو عيد ميلادي، شو بدي اقول له؟ كتب 2022، عمره صفر، عمره صفر سنة. أي عمر تحت ال 13 أتوقع في مشاكل، ممكن تحت ال 14 بس حسب ما قرأت تحت ال 13، طيب إذا كتبت عمر فوق ال 13، فوق ال 14، فوق ال 15، أمورك تمام بالسليم. في شيء مهم نسيت أذكره، إنه لما يطلب منك إنه اكتب ميلادك، بس إذا كنت سوني أو كونسل يعني إكس بوكس وهكذا، لو حطيت ميلاد غير ميلادك بيعرفوا، كيف بيعرفوا قول لي؟ لأنه بالسوني حسابك السوني أنت حاط فيه ميلاد، فهيك إيبك جيم عارفة كم عيد ميلادك في السوني، فبستنوك تحطه نفسه، إذا كنت أقل من 13 وقعت فيها، إذا كنت أكبر حطه نفسه. هاي المشكلة، الناس الأكبر بكون ناسي كم التاريخ اللي حاطه بالسوني، بكون حاط بالسوني يعني عيد ميلاد عشوائي، بس فورتنايت تفكره الحقيقي فبتستناك تحطه نفسه كوبي بيست. ففي ناس مو عارفين كم ميلاد حساب السوني، يعني لانه الميلاد تاع السوني غير ميلاده الحقيقي، فبيجوا يحط ميلاده الحقيقي ما برضوا، بدهم نفس ميلاد السوني هم عارفينه بس بستنوك تحطه. بس بالنهايه اتوقع انه ضروري تعرف كم ميلادك اللي حطيته بحسابك السوني او الاكس بوكس عن طريق اعدادات الحساب من نفس موقع السوني. بتفوت على موقع السوني من الجوال او بتسجل دخول، غاد في اعدادات بتوريك كم العمر اللي حطيته او تاريخ الميلاد، بس مو متاكد من هاي المعلومه، ممكن لو حطيت اي تاريخ او اقل او اكثر تمشي الامور، بس تاكدوا من هذا الاشي وحاولوا جيبوا التاريخ وحطوه. طيب اذا كتبت عمرك تحت ال 13 يعني 12 11 10 وتحت، شو بيصير بحسابك؟ على طول بيصير حسابك اسمه الحساب المقيد او الحساب المحدود. المزايا بتروح من عندك يا حبيبي، التواصل مع اللاعبين الاخرين، ممنوع تستخدم محادثه صوتيه، ممنوع تشتري العناصر باستخدام الاموال، ممنوع تنزل العاب غير مملوكه لشركه ايبك جيم، يعني بتفوت على ايبك جيم ستور بدك تنزل لعبه او تشتري لعبه من ايبك جيم، اذا اللعبه مش مملوكه لايبك جيم ما بتقدر تشتريها. الله اكبر على رسول الله. عمليات تداول في روكت ليج بيقفلوها، اتوقع ما بتقدر تفتح حسابك الايبك جيم عند الاعدادات يعني من جوالك او من بي سي، لانه بس تيجي تفتح رح يطلب منك البريد على طول، اي بريد اللي هو بريد واحد من اهلك الوصي عليك او والدك، واسماء العرض يعني اسمك بيكون محمد فجاه بتلقى اسمك سنايبر دريت 55، بحطوا لك اسم عشوائي فورتنايت، اسمك بشلوه، لا يعني انه اسمك انحذف، لا اسمك بضله محجوز الك لما تحل المشكله بيرجع لك، وبشيلوا المصادقه الثنائيه من الرسائل يعني، حتى انهم بلغوا اشتراك حزمه الطاقم، اذا كنت مشترك بحزمه الطاقم بعدين كتبت عمرك انه صغير بلغوا اشتراكك، بيعرفوا انه انت صغير وانت من وين معك فيزا، كيف اشتركت اشتراك شهري. الان انا عشان افهم شو صار معك قررت اني اسوي حساب، لازم اسوي حساب جديد، اخلي عمري في 12 سنه تحت 13 حتى اشوف شو المشاكل اللي بتواجهك، حتى احل لك اياها انت عزيزي المشاهد. اجيت اعمل حساب، طلب مني الايميل وكلمه السر، بعديها على طول طلب مني عمري، شايفين حطيت عمري 12 سنه مواليد 2010، على طول قال لي حسابك محدود وعلى طول طلب مني ايميل، هذا نفس الايميل اللي بطلب منك لما انت حسابك القديم صار محدود، وعشان تحله بقول لك حط ايميل لوالدك. الايميل تقدر تحطه باللعبه لما تطلع لك رساله، او لما تفوت على موقع ايبك جيم انك تسجل دخول بيطلع لك حط ايميل زي ما طلع لي بالصوره. اللي راح نسويه الان اني بدي اعرف انا لما نحط الايميل شو راح يجيني. راح يجيك على ايميل رابط من ايبك جيم تطلب منك الاذن لابنك او لطفلك حتى يفعلوا المزايا عنده. طبعا قبل 4 شهور لما عملت المقطع كانت الطرق حتى يثبت الوالد انه هو والد او وصي على الطفل عن طريق رقم الضمان او طريق الفيزا، لازم تدفع زي سنتات عشان يتاكدوا والله انه معاه فيزا، يعني شخص فوق 18 سنه عمره. الان ضافوا خيار ثالث سهل العمليه، حتى لو ما في فيزا ما في رقم ضمان اجتماعي تابعوا معي. حطيت كونتينيو، بيحكوا لي احنا سميناك اسم من عنا، فهي واحده من الاشياء اللي بتصير عندك لما يكون حسابك محدود، فعملت كونتينيو. طيب الان لما اقول لك عن 2FA اسحب عليه لا تعمل اكونت ستيم ديك، بس على كونتينيو حولونا على صفحه ايبك جيم، بنفوت على الاكونت، اي واحده من الجانب لو فتت عليهم راح يطلع لك دائما فوق طلب اذن الوالدين، ولا تنسوا اني حطيت الايميل لما طلبوه، انت ايميلك باللعب بشكل وايميل والدك لازم يكون شكل ثاني، بس انا حطيت نفس الايميل بالغلط، ما عليك انت حط ايميل تاع والدك يعني، او حتى لو والدك ما عنده ايميل اعمل له ايميل مثلا
عشان يصلوا الرد من ايبك جيم. فبس انا الرد وصلني، شوف شو مكتوب. اول تو يور تشيلدرن، ها مكتوب فوق فوق انه طفلك انشا حساب ايبك جيمز، انه ابنك عمره 12 سنه. انا عملت عمري 12 سنه، ممكن لو 9 كان كتبوا 9، عمل حساب ايبك جيم، قفل عنده بعض المزايا وبنحتاج الى اذنك تفتح هاي المزايا اذا بدك تفتحها طبعا، يعني مو شرط الاب يوافق، ممكن هاي الميزه الاب شافها كويس بديش اوافق يقول لك خلص يسحب عليك. طب بدي اختصر بحكي لك اكبس كونتينيو حتى تروح على الاعدادات الصلاحيه اذا بدك تعطيه صلاحيه. كبسناها كونتينيو. طيب حولونا على صفحه ايبك جيم. الان راح اطلب منا ثلاث خيارات، نسوي واحد من الثلاث مثل ما قلت لكم. شو هذا؟ اها طيب اعمل اجري هالي. بقول لك enable sign with epic for your child، بدك تفتح انه يسجل دخول ابنك بالحساب. يس هو كان يور شايلد او تشيلد شات وذ، لمين تسمح ابنك يتواصل بالشات؟ يعني هم تعرف انه قفل الشات المحادثه باللعبه الصوت، فانت كاب الان راح تقدر تختار ابنك بدك اياه مع مين يتواصل، مع الكل ولا مع الاصدقاء او الناس اللي معك بالسكواد العشوائي او الاصدقاء فقط او ولا واحد. فانت قول لابوك شو بدك يعني. اوكي حطت everybody يعني مع الجميع زي اول. اوكي بقول لك for reference fortnite is rated PG. اوكي حبيتهم كلهم، بعرفش يعني شو رح تأثر عن العمر يعني بيحكوا، خليتها فوق 18 عن rated. الان ايبك جيم بدها تعرف هل انت فعلا الوالد او الوصي، طبعا مش شرط والد ممكن اخوك الكبير عادي، هل انت هذا الشخص ولا انت نفس الطفل وقاعد تطقطق على فورتنايت حطيت لهم ايميل وبتواصلوا معك؟ فالان كيف بدي اعرفه؟ عندهم تحت ثلاث خيارات: اي دي سكان، بطاقه الفيزا، فيس سكان. طبعا بطاقه الفيزا زي ما شرحت بالمقطع اللي قبل 4 شهور، بتحط بطاقه الفيزا بخصم منك مبلغ بسيط بس عشان يتاكدوا انه والله معك فيزا يعني انت واحد كبير. الخيار الثالث اي دي سكان اللي هو الرقم الوطني للهويه تاعت ابوك او الوصي عنك اخوك الكبير، او جواز السفر او رخصه القياده نكبس عليها بالله. اذا ناوي تحط الصوره بتكبس على فيرفاي، اذا بتاكد لهم ان انا كبير. راح يطلب منك الان اتوقع رقم الهويه، شايفين حولك على موقع حتى تحط رقم الهويه، تحط ليتس جو هويه ابوك او كذا، افتح الكاميرا حط الو، افتح صور الهويه بالكاميرا واعطيهم اياها. خيار ثاني فيزا، فيش داعي افوت لان اذا فت وطلعت بعيد من اول. ابوك مثلا او الوصي عليك بحط الفيزا ومعلوماته وكذا، ما بدك تحط الفيزا، ما بده ابوك يحط الهويه مو مشكله. في شيء اسمه الفيس سكان، يعني بتصور حالك سيلفي، او عفوا مو انت، اوعى انت تجربها، اذا جربتها مشكله. ابوك او الوصي عليك اخوك الكبير مثلا يصور حاله سيلفي، هيك بيعرفوا من وجهه انه هو شخص كبير فوق ال 18 معناته هو الوصي عليك. ففيس سكان فيرفاي ذات اي ام، والله شكلي بصور حالي مع انه انا صاحب الحساب بس هم بيعرفوش اني انا طفل، حطيت عمري طفل. طيب كبسنا عليها ستارت ايج. اوكي لازم اوريكم شو كيف تنعمل. الو موف كلوزر، بقول لك قرب، بقول لي لما يتم التاكد من عمرك ول كل هالشنب. الله مشكله هي، تخيل ابوك مثلا يجي يصور حاله هيك وبالنهايه يحكوا له ما قدرنا نتحقق منك ان انت الوصي او لا، فمش ضابطه قصه الوجه معي انا، بس مع ابوك او الوصي عنك تزبط. خليه ياخذ صوره بس مش بغرفه جيمر زيك لان فكروني طفل انا يعني حتى لو في شنب. فالطريقه السهله خلص رقم الوطني يعني ايبك جيم مش راح تسرقك، خلي ابوك او الوصي عليك حط الرقم الوطني او صوره رخصه القياده او جواز السفر. طيب يا حبايب انا قررت احلها عن طريق الهويه، فتح خيار الهويه وقالوا لي افتح الكاميرا زي ما وريتكم. اوكي اعطيناهم الصوره من قدام، بقول لك لفها من ورا تأكد من المستندات ثانك يو، بس تم بنجاح التأكيد. الآن شو الإجراءات؟ أنا لسه مش عارف بصراحة. تم بنجاح يعني أرجع أطلب من ابنك يفتح اللعبة مرة ثانية. طب يبدو إنه بإيبك جيم لسه مبين لازم أطلب إذن، فاللي بدي أسويه أطلع من الحساب خروج وأسجل مرة ثانية. يب زبطت، شايفين؟ إذا خلصت الإجراءات وأبوك أعطاك الإذن وسوالك كل هالخطوات اطلع من حسابك رد فوت عليه مرة ثانية، يعني لوج أوت بعدين لوج إن عشان تروح كلمة الاذن تاع ابوك. شايف الان يوزرك اللي اعطوك اياه تقدر تغيره هون 9/7، بقدر بعد اسبوعين اغيره خلص صرت زي الانسان الطبيعي. طيب فتحنا اللعبه، منيح مقفل صوت الموسيقى من السيم لاب، شايفين ما بكتب لي انه الصوت معطل عشان شايفين هاي شغلت الصوت اشتغل، كان بالاول يكتب للناس هون انه تم تعطيل الصوت او المحادثه بشكل عام، شايفين هاي فتحتها عادي. وليش الثاني اللي ما كان يخليك تقدر تشتري شيء بالشوب، هاي بقدر اشتري، هاي شراء مثلا، صار حسابي زي حساب اي شخص عادي حتى لو عمره 12 سنه. ليش؟ لانه الشخص الوصي عني اللي صور هويته ومشى لي الامور هو قال لفورتنايت انا بدي طفلي يعمل كل شيء، هاي الفكره من الحسابات المحدوده.
فورتنايت ما بتحرمك من اشي، بس هي بتقول لك انه انت طفل واحنا ما راح نحرمك، بس بشرط ابوك وافق. اذا ابوك وافق على هالاشياء او الوصي عنك احنا بنعطيك كل شيء عادي براحتك، ما وافق وما حليت المشكله راح يضل حسابك محدود، بعض المزايا منه رايحه. بس اتوقع ان حليت المشكله بكل سهوله، خلص ما في اي مشاكل، رجع حسابك طبيعي حتى لو عمرك 12 سنه. فبنهايه مقطعنا انا متوقع في ناس منكم راح يحكي لي يا يزيد انه ابي ما قبل يصور الهويه، ما قبل فيس البنك، ما قبل يصور حاله بالموقع. ما في حل غير هيك، بدك واحد كبير يعمل لواحدة من الثلاث. اسهل اشي صورة الهوية، صورها من ورا ومن قدام وخلص. فبالنهاية اذا استفدت من هذا المقطع انشره بكل مكان، خلي الكل يستفيد، لان ممكن في ناس ما عارفين كيف يحلوا المشكلة ويسحبوا على اللعبة. لا تنسى انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ولا تنسى كود الشوب YZYDD يكون دعم كبير الي. اهم شيء الاشتراك في القناة لاني باقي لي تقريبا 1000 واصل الى 900 الف مشترك. واخيرا وبس بالنهاية، مع السلامة. We'll be right back.